ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإنت من الإفساد الشرك بالله تعالى. زول تلقى ينوم ينوم يصحى الصباح يقول لك يا أخي أنا والله رأيت لي رؤية في المنام أها رأيت هنا ولك والله جاني فلان الفلاني من أولياء الله الصالحين والزول ده قال الزول ده يتبين في المنطقة الفلانية والمنطقة دي فيها بركة بكرة يجيب له كم حديدة كده ويجيب له حداد الحمل وسوى له بيان ويجيب له أشياء كده يسويها قطع خضراء وغيره قلاقين وتراب بيجيبوا بتريلا ولا بتوكتوك ما بعرفه بكبه ولك ده فيه بركة تاني يجوا يشيلوه عبوه في أكياس ويتبركوا به وتاني بكرة يجيبوا واحد جديد والله الذي لا إله غيره. تقول له ده شنو يا زول؟ يقول لك يا زول صالح جانا هنا والمحل دي فيها بركة افسد وهو قال ده شنو؟ قال ده إصلاح وقال ده خير. امرق له شاب ولده ولده مستقيم استقام على الدين تسأل الولد تقول له يا ولدي انت تابع لشنو؟ تابع للجماعة اللي بيكفروا الناس ناس داعش ديلك والتفجيريين والجماعة ديل. يقول لك لا لا ما تابع لهم. اها تابع لناس السياسة واللخبطة وكذي. لك لا لا ما تابع لهم تابع للجماعة بتاع تل تل ما دار يجيب يسميزه تل تل تل. يقول لك لا لا ما تابع لأي زول. اها ولدنا انت تابع لشنو؟ يقول لك والله انا خليت الحفلات وخليت المعاصي وخليت الاشياء اللي بيشربوها واللي بيبلعوها واللي بيضعنوها كلها خليتها اها وماشي وين انت؟ والله يقول لك دار اكون مستقيم. يقوم ابوي يتسلط عليه يقول ايوه تبدا لي كذي يلا ابيك صايره شويه شويه تاني بتفجرنا بتكتلنا ارجع يا بوديك الخلوه للجماعه دي الخلوه لو ماشي يحفظ قران وفي غير النازل اللي يمشي يحفظ قران لكن يوديه لجماعه بعد شويه يجي لابس مرقع الجلابيه جديده اشتروها جديدك ما شاخدها زول اشتريها جديده ارقعها بواحده حمراء لشرطت لتفتقت انا ما عارف ذات الترزي بكون شغال زايد على قروش بس لكن لما نقول لي الروق عديد تنفع ما بتنفع ايه ما اتشرطت ذاته راقعها زايد راجعين الدين راجعين الجلاليب راجعين الناس الى الله المشتكى يضيعون الاعراض والى غير ذلك من الامور التي يعرفها القاصي والداني ممن يعرف حاله. يقوم يدخله مع جماعه يخليه مقيد الولد نص الليل شغال كر 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 بعد شويه امرق يلقط لك في الاكياس وكذي يقول لك ده اهل الله وتلقاه مغبر وغيره يا زول اهل الله كذي وسخان اي يبقى لك شنو انت ده وادخالتك يقول لك لا لا زول زول نظيف يا زول. طيب اهل الله تطلع وسخان وانت اهلك تطلعه كويس واهل الله ما قصده انه يعني الله عنده أهل وكذي لكن بمعنى أنه ينتسب إلى الله من باب الصلاح والعبادة إلى آخره. فكل لخبة في شخبة ويدعي أنه على الحق وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون مفسدون بهذا الكفر وبهذا الضلال والإضلال والانحراف والدسائس التي يحملونها. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.